لمناقشة حقيقة الحملة التي يقودها الكاظمي ضد الفساد ونتائجها المنتظرة في ظل اتهامات بعض الأحزاب له بالانقلاب على الدستور، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي. أستاذ شاهو، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح لرئيس هيئة النزاهة الأسبق رحيم العقيلي يقول إن نسبة الفساد في العراق يعني في القطاع العام بلغت 90%، لكن هنا السؤال المطروح أستاذ شاهو، هل الكاظمي وحده المسؤول عن وصول الفساد إلى هذه النسبة الكبيرة؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة منذ تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة الحالية هناك بعض الأطراف التي يعني تحملت مسؤولية هدر المليارات من الدولارات تحاول تحميل الكاظمي مسؤولية الفساد الموجود في النظام العراقي الحالي، ولكننا نعلم تماما أن الأحزاب السياسية الحالية وخاصة التي اليوم ترفع شعار الإصلاح والتغيير هي التي تتحمل تراكم الفساد خلال الفترة الماضية وحتى يومنا هذا. هذه الأحزاب التي حكمت منذ 2003 وخاصة في زمن رئيس الوزراء نوري المالكي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تدمير وضياع الدولة العراقية وإفراغ خزينة الدولة العراقية، وبالتالي الكاظمي وحده لا يتحمل مسؤولية هذا الفساد الموجود. بالعكس، الأطراف السياسية التي حكمت خلال 17 سنة هي التي تتحمل المسؤولية الأكبر عن هذا الفساد الذي وصل إليه العراق الآن، والتي أصبح خاضعا لديون خارجية ويحتاج إلى مساعدات دولية لتجاوز الأزمات المالية الحالية. أستاذ شاهو، هل تعتقد أن الكاظمي الذي أطلق حملته ضد الفساد من أن يستهدف رؤوس الفساد الكبيرة، هل لديه القدرة على ذلك؟ هو منذ بداية حملته بعض الرؤوس الكبيرة أعلنوا تأييدهم لهذه الحملات، وبالتالي من الواضح أنه قد لا يستهدفهم أو لا يستطيع استهدافهم، لأننا عندما نتحدث عن الرؤوس الكبيرة أو حيتان الفساد نتحدث عن قادة الكتل السياسية التي اتفقت على إيصال الكاظمي لرئاسة الوزراء، وبالتالي الكاظمي لا يستطيع أن يلمس أو أن يقترب من هؤلاء الذين يتحكمون أيضا بالحكومة، يتحكمون بالدولة العميقة التي تدير العراق بشكل خفي، وبالتالي من الصعب أن يواجههم لأنهم أولا لديهم نفوذ داخل الدولة، ثانيا لديهم نفوذ داخل القوات الأمنية، يعني أغلب الكثير من الضباط والقيادات الأمنية ليست لديهم ولاء للحكومة الحالية، لديهم ولاء لهذه القيادات التي دمرت المؤسسة الأمنية بالفساد، وبالتالي أيضا لديهم ميليشيات، يعني بالإضافة إلى القوات الأمنية الموالية لهم لديهم ميليشيات موالية لهم بإمكانهم تحريكها إذا شعروا أن مصالحهم في خطر، وبالتالي هذه المهمة ليست سهلة، وهذه الأطراف قادرة على أن تخضع الحكومة وليس أن تخضع هي للحكومة. طيب. أستاذ شاهو، تحالف الفتح وصف عملية محاربة الفساد التي يقوم بها الكاظمي بأنه انقلاب على الدستور، كيف يمكن فهم هذا التصريح؟ هل نحن أمام صراع بين شركاء العملية السياسية بشأن ذلك؟ بلا شك دائما عندما يكون هناك مطالب شعبية وخطوات متواضعة من قبل الجهات القضائية والسياسية لمحاربة الفساد، الأصوات السياسية التي تخشى من الملاحقة تخرج وتقول أن هناك مؤامرة تستهدف العراق، هناك انتهاك للدستور، هناك انتهاك للقوانين، لأنها تخشى أن يلتحق أو يلحق الضرر بمصالحها الاقتصادية من خلال هذه العمليات التي تقوم بها الحكومة. بلا شك أن التغييرات الإدارية التي قام بها الكاظمي لم تضرب المصالح السياسية للدولة داخل الحكومة، بل جاءت لتطبيق المحاصصة من جديد، وهذا ما بعث اليأس في قلوب البعض الذين علقوا الآمال على التغييرات الحاصلة. ولكن في حال تجرأ الكاظمي أو تجرأ القضاء العراقي لفتح ملفات معينة، ملفات فساد كبيرة، بلا شك أن الأطراف السياسية حينها سوف تشعر أن هناك لعبة سياسية، وأن للأسف دائما منذ 2003 أي مشروع لمكافحة الفساد إما تصفية سياسية أو تمهيد للانتخابات أو لتهدية الشارع، إلى الآن المواطن لم يشعر بوجود مشروع استراتيجي لمحاربة الفساد، لذلك ينظر إلى هذه العمليات بنظرة الشك وكأنه لعبة أو كأنه تصفية سياسية بين الأطراف السياسية الموجودة، لأنهم عندما اتفقوا على الكاظمي اتفقوا جميعا
يعني لم يكن هناك الكاظمي ليس خيار الشعب. نعم. الكاظمي هي خيار الكتل السياسية، وبالتالي نعم. من الصعب أن يحدث انقسام فيما بينهم. طيب أستاذ شاهو، في إطار ما تفضلتم به، هل يمكن تفسير ما يقوم به الكاظمي من حملات للفساد كما يدعي ذلك هو تصفية حسابات سياسية؟ هل يمكن تفسير ذلك؟ لا، أي هذه العمليات من الممكن أن تدخل إلى نعتبرها عمليات إصلاحية ولكن طفيفة جدا، لأنه كما يقال تنظيف الفساد مثل تنظيف الدرج، يبدأ من فوق ولا يمكن أن نبدأ من تحت، من تحت الدرج، أو نبدأ من الفاسدين الصغار الذين غير مدعومين من قبل الأحزاب السياسية. تنظيف الفساد يحتاج إلى أن نبدأ من فوق ونبدأ من الرؤوس الكبيرة التي تتحمل المسؤولية الأكبر. ولكن الكاظمي من خلال هذه الإجراءات من الممكن أنه يقوي وجوده وحضوره داخل الحكومة العراقية، يشعر أن هناك أطراف سياسية لديها قدرة على تحريك المشهد أو السيطرة على الحكومة أو محاولة الضغط على الحكومة عن طريق هذه الأطراف، يحاول تنظيف هذا الأمر. وأيضا شعبيا يتم التسويق له على أنه إصلاحات لاستجابة لمطالب شعبية، وبالتالي يضرب عصفورين بحجر واحد. من اسطنبول، شاهر قرداغي الباحث في الشأن العراقي، شكرا جزيلا لكم.